كابتن ماهر خسرنا نقطتين ومع ذلك اعتلينا القمة. الشوط الثاني يا ايمن متغير تغير كبير جدا 180 درجه عن الشوط الاول بصراحه يعني، وده بيرجع السبب الاول للتغييرات اللي اتعملت في الشوط الثاني اللي اثرت بشكل كبير جدا على اداء النادي الاهلي. صحيح. رجعنا للمباراه عن طريق فرص متنوعه طبعا وهجمات كلها كانت منظمه، سيطره كامله للنادي الاهلي الشوط الثاني بشكل كبير، لكن التوفيق وعدم التوفيق ما كانش في صالح النادي الاهلي عكس المباراه الاولى. يعني المباراه الاولى احنا برضه في سيطره، لكن في الشوط الاول سبع دقائق في الشوط الثاني قدرنا نفوز. النهارده كانت الامور اصعب من مباراه سيراميكا في استحواذ جيد جدا للنادي الاهلي في الشوط الثاني. التغييرات اثمرت على زي ما قلت على 11 فرصه، ولا فرصه من الفرص دي قدرنا نستغلها بشكل كبير جدا. نتيجة طبعا التكتل الدفاعي اللي كانت موجودة عليه جونة في الشوط الثاني، لأن الكابتن علاء عبد العال غير شكل وطريقة اللعب في الشوط الثاني. الشوط الأولاني كان فيه نوع من الضغط على النادي الأهلي من الأمام، أكثر من 7-8 لعيبة من الجونة في وسط ملعب النادي الأهلي، محاولات في الشوط الأول لإحراز هدف نجحوا بشكل كبير في ضربة الجزاء، لكن الشوط الثاني رجع علاء لاستراتيجيته الأولانية بقى، وهو الاعتماد على انه يرجع نص ملعبه يتقارب خطوطه الثلاثه في سبيل ما يديش مساحات للنادي الاهلي. النادي الاهلي استغل هذا الكلام في الضغط على الجونه من بدايه الشوط الثاني. عايز اقول لك كمان الطرد يمكن ساعد النادي الاهلي ان الجونه تلعب 10. النادي الاهلي محاولات من خلال التغييرات كلها معظمها في نص الملعب ومعظمها هجوميه، لكن اثمرت على ان المباراه تروح لحاله النتيجه 1-1. صحيح.